طب خلينا في الزمالك برضه حسين، لانه ده جول مهم جدا طبعا، لانه ده فتح لكم البطوله، واحنا كنا بدانا في هذا الشوط الثاني وقت كمان كان خلاص، خلاص احنا كنا في دقيقه كام؟ حاجه و80 ساعتها، وانا قاعد فوق ماسك قلبي بايدي لانه مصطفى اللي بيلعب، فهتجنن والدته معايا، والدته راحت الباركنج ما اتفرجتش على الماتش. اه والله بس انت قعدت تدور عليها بالماتش، احنا قاعدين كان معانا الزميل احمد الخضري ومحمد القوسي، وبعدين الحكم بيصفر ببص عليها ما لقيتهاش، السيجنال مش موجوده في البتاع، ادور انا خلاص اتلهيت في وانا كنت وقعت واتخبطت. آه البركه بتاعتنا دي يا كابتن، ربنا يبارك فيك يا امام. طيب احكي لي بقى عزومه كابتن سنه، عشان في عزومه كابتن، احنا امبارح قلنا لها، احنا جاهزين النهارده بتقول احنا امبارح قلنا لها واحنا جاهزين. طيب قول لي يا امام بقى الجول ده، لانه الجول ده هو كان نص البطوله، خاصه انه قفشه ما شاء الله بيصنع لك وانت بتصنع لقفشه بعدها. يلا ايوه بالظبط. بص يا كابتن، كانت الكوره ساعتها كانت برضو هجمه مرتده علينا في نص الملعب، وبعدين احنا قطعناها وراحت لكهربا. ايوه فساعتها لما كهربا لما جات له كهربا مش فاكر ساعتها حد خبط وقع على الارض. فانا بصيت على قفشه، لان انا دايما انا بحب اروح اخد الكره من يعني من رجل زميلي مثلا، فلما قفشه راح انا قلت خلاص انا هخش جوه، لان كان ساعتها كانت فاضيه وكهربا كان ساعتها كان بره ال 18. نعم. فهي وهي معهاني، انا لما بصيت على قفشه عرفت ان قفشه اول ما هيستلم، لان قفشه بيعملها ساعات في التمرين كتير يا كابتن، اللي هو بيعملها من مره واحده. صحيح. حتى يا كابتن هتلاقيني انا رحت ورجعت يعني، ما رحتش على طول. صح. فهي اول ما جت اول الكوره ما جت مع قفشه، انا عارف ان هو هيحطها لي هنا يا كابتن، لان قفشه يعني ان شاء الله بيشوف الملعب كويس. الواحد بيتكلم عليه طبعا يا كابتن. لاعب كبير طبعا، والواحد بيتشرف. العلاقه مع قفشه عامله ازاي يا امام؟ لا ده اخويا يا كابتن، ده اخويا اسال حسين، والله كلنا يا كابتن، بس انا علاقتي بقفشه برضو يعني بصراحه كابتن من الناس المحترمه ولاعب كبير، وربنا يكرمه. انا يعني انا دايما مع قفشه بعد اي ماتش بطلع اتكلم معاه. نعم. بقول له مثلا دي كان لازم تتباص ازاي، على طول دايما يكلمني. نعم. يعني دايما على طول قفشه بيكلمني وانا ساعات بكلمه على طول. حلو قوي، خليني اسال حسين. بس الجون ده يا كابتن اصلا معلش هو الفيديو بيتراجع، اساله انا بجري عليه اصلا بقول له جون. والله؟ لا انت انا عاوز اعرف حد دلوقتي انت جيت ازاي ما تتحسش. يا كابتن كل شويه يسالني. يا كابتن لو جبت الفيديو من بعيد قبلها اصلا. نجيبه. امام يا كابتن امام. كل شويه يسالني يقول انت عرفت ازاي؟ كابتن اصلا هو قبل ما الحكم يرفع انا اصلا بجري بقول له جون. بتقول له جول. ايه اللي كان خلاك عندك ثقه؟ والله يا كابتن هنا كانت احساس، هي ما طولت شويه. فانا بدات احس اللي هي جول. والله ايمان رفع. لما الحكم رفع. الحكم كان فاضل شويه. فانا لما لقيت الحكم بيرجع لورا كده وعمال يرجع في الكل، حسيت ان هي خلاص جول. جالك احساس. لان الحكم خلاص لما بيرجع كابتن كده خلاص بيبقى خلاص القرار. اصلا القرار رجع وبعدين راح الناحيه دي. بعد كده راح رجع تاني، فخلاص انا اخدت قرار كابتن هو خلاص هيحسبها جول، لان لما رجع كده خلاص هو عشان يوسع عشان يعمل ايه؟ اللي هي جول.